السلام عليكم وحياكم الله جميعا. اليوم لدينا مراجعة لأحد التطبيقات المميزة اكتشفته مؤخرا في الأسبوع الماضي. كنت أبحث في مواقع اختبارات تحديد المستوى ووصلت إلى موقع Cambridge Assessment English ووجدت أنهم يعرضون تطبيق للتدرب على الاختبارات التي يقدمونها وللتدرب على اللغة الإنجليزية بشكل عام. نزلت التطبيق، جربته، أعجبني كثيرا وقلت لابد أن أعمل عنه مراجعة. التطبيق اسمه Exam Lift، Lift بالآي بمعنى يرفع، وكأن الرسالة من هذا الاسم أنك ترفع مستواك لتستعد للاختبار، سواء اختبارات كامبريدج أو لأي اختبار آخر أو حتى لتتدرب على اللغة الإنجليزية وتحسن من مستواك. لنلقي نظرة أولا على التطبيق ثم أكمل حديثي معكم. هنا مستويات A2 B1 B2، فوق المبتدئ، متوسط، فوق المتوسط. عند التسجيل بحساب مجاني سيسألك ما هو الاختبار الذي تستعد له. يمكن أن تختار الخيار الأخير I am not preparing for an exam، إن كنت تريد التدرب على اللغة فقط ولا تستعد لأي اختبار. هذه هي واجهة البرنامج، سيفتح لك من A2. يمكن أن تغير المستوى من الأعلى. كل مستوى فيه 30 حزمة أو 30 مجموعة من التدريبات. ملاحظة في البداية أن النسخة المجانية تتيح لك التعلم من حزمة واحدة كل يوم. إذا أردت أن تتعلم من الحزمة التالية سينبغي عليك أن تنتظر لليوم التالي. مثلا هذا هو اليوم الرابع منذ أن نزلت البرنامج، الآن أنا في الحزمة الرابعة. فالحزمة الخامسة مكتوب هنا أنها ستفتح لي بعد 23 ساعة، أي في اليوم التالي، وهكذا. واليوم الذي بعده ستفتح لي الحزمة السادسة، وكل يوم حزمة. إن فاتتك حزمة فلن تستطيع الرجوع إليها إلا بشراء النسخة المدفوعة. النسخة المدفوعة تكلف $3 تقريبا لكل مستوى. طيب يا عمر، هذا تطبيق مجاني ولا بفلوس؟ أنت عايز تضحك علينا وتخلينا ندفع؟ لا لا لا، هذا تطبيق كحال بقية التطبيقات الاحترافية، يعني يعطيك جرعات خفيفة من التعلم بشكل مجاني. إن كنت تريد بقية المميزات أو الاستخدام اللامحدود فعليك أن تدفع. فكما ذكرنا أن هنالك حزمة كل يوم مفتوحة أمامك تتعلم منها، تخلصها تنتظر لليوم التالي. حزمة تدريبية، الحزمة مكونة من 4 تدريبات تغطي المهارات. لكن خلي بالك، لو ما تعلمت من حزمة اليوم حتفوت عليك، يعني بكرة اليوم التالي حتفتتح الحزمة الثانية، والحزمة تفتح في جميع الثلاث المستويات ويمكن أن تنتقل بينها. طيب الآن مثلا أنا هنا في الحزمة الرابعة من المستوى المبتدئ، فوق المبتدئ A2. سندخل الآن إلى الحزمة لنرى ما هي التدريبات المعدة لنا في هذا اليوم. كل حزمة مقسمة إلى 4 أقسام: تحدث واستماع وقراءة وكتابة. سنقوم الآن بتجربة جزء speaking أو التحدث. هل أنت مستعد؟ نعم. Tab all the words which you can use to talk about. انقر على الكلمات التي سوف تتحدث عنها بخصوص هذا الموضوع الرئيسي. تلفزيون، التلفزيون طبعا قبل أن ينتهي الوقت. ممكن تتكلم عن فيلم، كاميرا، تي في، نيوز، واتش. هؤلاء الكلمات التي ستستخدمها. إذن جيد، حصلت على 4 أو 5 نجمات من أصل 7 نجمات. راوند 2 أو الجولة الثانية، نفس النمط. هذه كلمة أو موضوع الأكل، فود. ما هي الكلمات التي ستستخدمها عند التحدث عن هذا الموضوع؟ بنانا، بريد، خبز، بيك، يخبز. طبعا ماوس، لن تستخدم ماوس في الفود إلا لو رأيت فيلم الفأر الطباخ. من الخصائص الجميلة أنه يطلعك على حل الأسئلة فتعرف أخطائك. إذن هنا أنت أنهيت الجزء الخاص بالسبيكينج أو التحدث. هنا مثلا خاص باللسنينج، فهنا يقول لك adjust your sound level. أوكي، هل أنت مستعد؟ نعم. Gold. Gold. تستمع للكلمة وتختار الموضوع المتعلق بها. Download متعلق بالتكنولوجي طبعا، هكذا الربط بين مفاهيم وكلمات. Screen متعلق بالتكنولوجي. Purple يعني مجموعة ألوان في ناحية الشمال والتكنولوجي في ناحية اليمين. Internet Internet. Password
Password. Yellow. Yellow. لاحظتوا الآن كيف تم ربط كلمات مسموعة مع مواضيع مكتوبة، فهو يطور لديك مهارة الاستماع والتقاط الكلمات. وهكذا أنهينا الجزئين من هذا الباك أو من هذه الحزمة. كما شاهدنا هذه بعض الأنشطة داخل التطبيق، علما أن هنالك بعض الاختلافات بين حزمة وحزمة. يعني في اليوم التالي ستجد أن هنالك أنشطة للتحدث أو الاستماع لكن بطريقة مختلفة، والحقيقة أن هنالك لمسات إبداعية في طبيعة هذه التمارين. وسوف تشعر وأنت تستخدم التطبيق أن هنالك جهة خبيرة تقف وراء صناعة وصياغة هذه الأنشطة والتمارين. لدينا الآن spelling، ويطور الرايتنج أو الكتابة، يعلمك أن تتجنب الأخطاء الشائعة. طيب نعم مستعدون. يأتيك بكلمة وفيها حرف أو حرفين ناقصين وأنت تختار الصحيح. وهكذا في الراوند 2 يعطيك الدبل، يعني الحروف المتكررة اللي هي L واحدة أم 2 L's. وهكذا نأتي أخيرا إلى الريدينج أو القراءة. هذا التمرين لمراجعة الفريزل فيربس. عليك أن توصل ما بين الفعل والحرف الجر المناسب له. فهنا يقول لك come and collect someone by car. Pick up يعني تمر وتأخذ صديقك أو أحد ما في السيارة على طريقك. Stop trying to do something، توقف عن فعل شيء، اللي هو give up، الاستسلام، تستسلم أو يعني تترك الأمر. وهكذا تستمر في اختيار الفريزل فيربس، تشكيلها بشكل صحيح. هنا الراوند 2 أصعب قليلا، يعطيك ثلاث كلمات تشكلها. طيب احنا الآن جربنا أنشطة فوق المبتدئ A1 المستوى الأول، ماذا عن بقية المستويات؟ لو انتقلت للمستوى الثاني B1 ستجد أن حزمة الرابعة مفتوحة، وكذلك نفس الأنشطة لكن بصعوبة أعلى، وهكذا تجد المستوى الثالث أصعب منهما. بمعنى أن طبيعة وطريقة التمارين هي متشابهة في الثلاث المستويات في كل حزمة، إنما تختلف درجة الصعوبة. بعد أن تنتهي من الحزمة الخاصة بك لهذا اليوم، ستنتظر حتى اليوم التالي لتلعب أو تتدرب في الحزمة التالية. يمكن أن تغير المستوى إذا وجدت أنه مستوى سهل عليك، ممكن أن تختار B1 متوسط أو B2 فوق المتوسط، وستجد أنه وصل كذلك الحزمة الرابعة. يعني كل يوم يفتح حزمة وكأنه مقرر أن تنهي هذا التطبيق وجميع التدريبات في شهر واحد، لأن فيه 30 حزمة. المبتدئ ربما لن يستفيد إلا من المستوى الأول A2، لكن المتقدم سوف يستخدم الثلاث الحزم المتاحة له كل يوم، لأن الثلاث المستويات ستكون مناسبة له وكله تمرين وتدريب. لذلك هذه حيلة وفائدة للمتقدمين، أنه يمكنك أن تستفيد من ثلاث حزم كل يوم بالمجان. ابدأ من المستوى الأول، أنهيه، ثم انتقل للثاني وانتقل للثالث. التطبيق جميل، طريقة عرض الأسئلة والتدريبات طريقة جيدة وفعالة وممتعة في نفس الوقت. ويكفي أنه مطور من جهة متخصصة وخبيرة، هي جامعة كامبريدج. هذا كان تطبيق هذا اليوم، أتمنى أن يكون مفيدا لكم. يعني أنا أنصح به كأحد التطبيقات للاحتكاك باللغة الإنجليزية، أن لا تنقطع عنها، أن تتدرب عليها، وهو ممتع يعني، وممكن تعمل في وقت الفراغ، علما أنه يحتاج إلى إنترنت. هذه من ضمن المعلومات. نلتقي على خير إن شاء الله في فيديوهات قادمة ومراجعات لتطبيقات مميزة. هتلاقوني أنط لكم إن شاء الله كل ما وجدت تطبيق مميز. إلى اللقاء.